DDH. دي مروة 5 سنين. زي ما انتم شايفين حضراتكم في الصورة كده. How much the dysplasia of the hip. عشان كده التوبيك النهاردة عايزين نعرف what is meant by dysplasia. ملاحظين شوية حاجات، ملاحظين الهيد نيوكليس، ملاحظين الاستابيولار اندكس، حتى كمان الاليوم از سمولر ذان ذا نورمال سايز. ودي متاخره 5 سنين، طب هنتعامل ازاي؟ ما ننساش دايما النورمال اناتومي اوف ذا تشايلد هيب. دي نيجلكتد فور بايلاترال دي دي اتش فور 10 ييرز. ودي نيجلكتد فور 15 ييرز. حضراتكم متخيلين الامباكت؟ متخيلين المايجريشن اب قد ايه؟ متخيلين ايه السيرجيكال بروسيدجرز اللي ممكن تتعمل والبروجنوزس بتاعها قد ايه؟ وهو ماتش الامباكت بتاعها على العيان؟ طيب ده 30 سنه بقى نجلكتد برضه وعمل فول سيستم. هو الاحسن ان الدي دي اتش النجلكتد البايلاترال دي الاحسن انها تبقى تعمل فولس استابيلم ولا ما تعملش؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. ايه الساينس اوف ديسبيزيا؟ ايه التايبس اوف دي دي اتش؟ ازاي نشخصها؟ ازاي نعالجها؟ دي التوبكس اللي ان شاء الله نتمنى في نهايه المحاضره تكون واضحه. النورمال ديفلوبمنت اوف ذا هيب، تيولوجي اند ابيديميولوجي اوف ذا دي دي اتش، باثو اناتومي، الدياجنوزيس وذر كلينيكال او راديولوجيكال، ايه التريتمنت جايد لاينز وايه الكومبليكيشن سواء للدي دي اتش وذاوت تريتمنت او ويز تريتمنت. الجايد لاينز في الحقيقه فيها طبعا كونزرفتيف وفيها اوبرتيف، لكن سريعا عشان ما الوقت ما ياخدناش. دي دي اتش از ا تيرم يوز تو انكمبس اور ديسبلاستيك هيب ديسوردرز ranging from typical perinatal hip subluxation dislocation to atherotologic hip dislocation that occurred in utero, what is called CDH. عشان كده في اواخر الثمانينات او في اوائل الثمانينات اتغير من CDH ل DDH، من congenital dislocation hip ل developmental dysplasia of the hip، على اساس ان هي it may develop after birth with initially normal examination at the birth. واضح؟ Normal development. In the embryo, at the 7th week, acetabulum and femoral head formed from some mesenchymal cells. At 11 week, hip joint is fully formed from 4th to 7th month of gestation. Proximal femoral osteotomic nucleus appear. That embryologically. What about after birth? A normal hip. There is a tight fit of head in acetabulum, the transection of tool wide at the base here from larger diameter of the head and constricted here. This position of the capsule with surface tension of synovial fluid and the deep acetabulum. الثلاث حاجات دول هم اللي بيخلوا الهيب صعب انه يدخلها. ده في النورمال هيب. طب في الدي دي اتش بيحصل ايه بقى؟ في الدي دي اتش الشيب بتاع الاستابيلر which is shallow والتنشن بتاع السينوفال فلويد اللي بيبقى ابنورمال بالاضافه للكابسولار لاكسيتي، كل دي الحاجات دي اللي بتساعد على ان الدي دي اتش يحصل او الهيب ايزي تو ديسلوكيت. الايتيولوجي طبعا مالتي فاكتوريال وفيها ثيوريز كتير وفي حاجات موجوده من خلال الاستاديز اللي اتعملت، لكن قالوا ان هي بتبقى جينيتيك وسندرومز زي الاهلر دانلوس، الارثروجابوزس كتير جدا زي اللارسن سندروم بيبقى معاهم دي دي اتش، وفي حاجات انتراتراين انفيرومنتال فاكتورز في التراتوجنز، المال بوزيشننج زي البريتش مهم جدا، عشان كده الطفل اللي بيتولد بريتش مهم جدا نعمل له سكريننج كويس، في الالجو هيدرامنس والحاجات دي جاينكولوجيكال بروبلمز مهمه جدا ان احنا نبقى عارفينها بالهيستوري عشان نشوف الانسيدنس بتاع الولاد دول، والنيوروجينيك ديس اوردرز زي في حالات السباينا بيفيدا. الانسيدنس دي دي اتش از ذا موست كومن اورثوبيديك ديس اوردرز النيولي بورن.
كل 100 طفل بيتولد بتفحصوا عندهم evidence of instability. ما قلناش DDH، بنقول instability، يعني عنده positive برضه زي ما هنقول بعد شوية وأورتيلاني، تمام؟ لكن في كل 1000 ولد بتولدوا عندهم true dislocation، والنسبة دي زي مين؟ المحاضرة اللي قبل اللي فاتت بالظبط، في البونسات في حالات الكلاب فوت 1 في 1000، لكن لما قلنا الفيرتيكال تيلس كانت 1 في 10,000. البريدومينانس في الكلاب فوت مور ان ميلز، لكن في الدي دي اتش مور ان فيميلز. موست اوف ذا كيدز ديتكتابل ات بيرث ان نيرسري، في الحضانات بنشوفها كتير وبتتم. برضو التيست باسمه عمل التيست ده وقال ان 60% من الولاد اللي هم ال 100 اللي 1% اللي ساعه ما بيتولد عندهم انستابيليتي، 60% من الولاد دول بيبقوا ستابلايز في خلال اسبوع لوحدهم كده من غير حاجه، و88% بيستابلايز خلال شهرين من الولاده، وال12% بتوع الواحد دول 12% بيحصل لهم ترو ديسليكيشن اند بيرسيست وذاوت تريتمنت. واضح؟ يبقى اذا ما تتخضش قوي لما الولد يجي لك في اول اسبوع وبعدين تلاقيه انستابل وتعمل له بارلو او اورتولاني تلاقيهم بوستيف. بعد احنا هنستنى اول اسبوعين ممكن جاست، وبالذات في الحضانات زي ما هنقول بعد كده في التريتمنت ممكن قوي ان احنا نحط له النابكنز بس مش اكتر من كده. تمام؟ يبقى اذا مش كل ولد عنده انستابيليتي اول ما تخلع اول ما تولد يبقى ده معناه ان عنده دي دي اتش، لا ده ممكن تكون مجرد انستابيليتي وبعد اسبوعين 60% على دول بيبقوا ستيبل، وبعد شهرين 80% 88% بيبقوا ستيبل، و 12% دول هم اللي بيبرسست از ديد. اللوكيشن موست كومن في الفيميل، شايف النسبه قد ايه؟ من 6 لـ1. والسايد افكتس والسايد افكشن مور كومن في الليفت سايد 60% من الحالات، و 20% بيبقوا رايت هيب وباي لاترال ان 20% اوف كيسز. ايه الريسك فاكتورز عشان نخلي بالنا؟ الفيرست بورن ساعة ما يبقى الولد نقول له ده أول مرة يا ماما أنت برايمي؟ آه. طب لازم نفحص الولد ده كويس. طب البنت ده بنت المولود بنت، يبقى نخلي بالنا برضه عشان النسبة 6 لـ1. ده بريتش بريزنتيشن، آه ده كانت الست دي زي ما بقوله في القرن طش وكان عندها مية قليلة وبتاع ومش عارف إيه والكلام ده، الجوهيدرام هيدرامنيوس ديورينج ذا لاست تريمستر، يبقى الحالات دي ريسك فاكتورز خلينا نفكر في دي ليش ونعمل سكرين كويس. تمام؟ الفاميلي هيستوري بقى، لو فاميلي هيستوري كان عندهم ولد عنده دي دي اتش يبقى النسبه هتزيد 6%. طب لو الاب كان عنده دي دي اتش يبقى النسبه للولد اللي هيتولد 12% مور عن الانسيدنس ده. طيب ولد وابوه كان عندهم دي دي اتش، الولد اللي هيجي بعد كده يبقى 36% مور في الدي دي اتش انسيدنس. عشان كده النسب دي يا جماعه مهمه، مهمه في ايه؟ مش كلام يعني، عشان حضرتك لما يجي لك الهيستوري دي تبقى متاكد وبتعمل سكريننج كويس ومره واتنين بالسونار في اول شهرين زي ما هنقول، وبعد كده نقدر ان احنا نشخص لا ده انستابل وبقى ستيبل، لا ده دي دي اتش ولازم تو انترفين ايرلي، عشان زي ما هنقول بعد كده ذا ايرلي تريتمنت ذا جود ريزلتس. باثو اناتومي، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ من مايل ديسبليزيا لفرانك ديسلوكيشن، ده باثو اناتومي بيحصل في كل حاجه مش في العظم بس، ده بيحصل في العظم وفي السوفت تيشو وفي الكارتريج على اكوردنج للعظم برضه. البون تشينجز الاستابلم بيبقى شاله، الفيمورال انتيفيرشن بتزيد بدل ما هي نورمال 15 20 تلاقيها ممكن ساعات بيجي لك خالص كده يجي 40 ديجري ولا اكتر، والاليوم زي ما شفنا في اول صوره بيبقى فيري سمول. الباثو اناتوميكال سيكولي الانستابيليتي بتدي لك ديسبليزيا، وممكن الديسبليزيا هي اللي عملت لك انستابيليتي. تمام؟ ديسبليزا والاستابيلتا هتعمل لك جرادوال ديسلوكيشن افشنسي ان انتيريور اند انترولاترال. بس اناتومي في السوفت تيشو دي في البون زي ما قلنا السوفت تيشو تشينجز شوري سكند تو برلونجد سبلكسيشن اور ديسلوكيشن، يبتدي السوفت تيشو تشينجز تحصل انتر ارتيكولار وحاجات اكسترا ارتيكولار. انتر ارتيكولار ليبرم بيبقى انفيرتد وادهرنت للكبسول، عشان كده لو عملنا اجريسيف كلوزد ريدكشن ممكن نعمل الطفل ده اي في ان، ونيجي نشوف ونقول ده احنا ما عملناش عمليات ولا حاجه والولد الهيد كده بقت مشروم وبتاع لما كبر، ما احنا كنا قاعدين نعمل فيجرس كلوز ريدكشن واحنا مش واخدين بالنا. اللي جامد تمتيرس بيبقى هيتروفايد ولانسيت، والبولفينار بيبقى ده فايبر فات تيشو بيبقى فيلنج الاستابلم وبذلك الهيد مش عارفه تدخل.
كمان الترانزفيرس استابيولار ليجامنت بيبقى كونتراكتد، فالهيد ده بيبقى ماسك في الانفيرور وورد، ما حضراتكم عارفين الاستابيولم، فيجي الهيد تدخل كونتراكتد وصغير مش فاتح الباتيولاس عشان الهيد تدخل، فالهيد ما بتعرفش تدخل. واللمبس بفيبرس تيشو فورمد فروم كارسرال تيشو انتربوز بتوين افيرتد ليبرم اند استابيولار ريم، وده اللي بيخلي بيعمل المعوقات اللي بتخلي بالمنظر زي ما انتم شايفين كده المنظر، والهيد ما ينفعش تعمل لها ريدكشن. وفي اكسترا ارتيكولار بقى اللي هي التندونز، عندنا تايت ادكتورز دكتور لونجس بالذات، والتايت التسواس كوزنج اور جلاس ابييرنس اللي بيبقى في الكبسول وهي معديه ان فرانت اوف ذا كبسول وراحه على الاسم. طيب ده بقى الباث اناتومي، ايه الحاجات بقى اللي بتخلي الريدكشن يبقى صعب او تخلي الهيد ما ترجعش واحنا بنعمل كوز ريدكشن؟ حاجات اكسترا ارتيكولار وقلناها اللي هي تايت التسواس اند ادكتورز والبريس كيفاليك انسيرشن اوف ذا كبسول، دي نقطه مهمه جدا، الكبسول بدل ما هي ماسكه على الانتر تروكانتريك لاين بتخش تقريبا ترانسرفايكال، وبالتالي الهيد عايزه سبيس عشان تخش، فتيجي الكبسول تبقى ماسكه قريب من الهيد فما تخشش الهيد، بريس كيفاليك انسيرشن اوف ذا كبسول، ودي نقطه يمكن ما لقيتهاش في كتب كتير لكن باثولوجيكال موجوده واللي كنا نسمعها كتير قوي من استاذنا الدكتور ياسر راضي. في انتر ارتيكولار اوبستكلز وقلناهم بنراجعهم تاني، ليجامنتم تيريز بيبقى هايبرفايد، ترانسفيرس استابل ليجامنت بيبقى كونتراكتد، وجود الفابري فات تيش البولفينار، الريدندنت كبسول اور جلاس والانفيرتد ليبرس، كل الحاجات دي عشان ايه مهم نعرفها عشان واحنا داخلين نعمل اوبن ريدكشن لازم ندور على الحاجات دي، اذروايز مش هتعرف ترجع الهيد وانت خلاص عرفنا الباثو اناتومي والانسيدنس والديفلوبمنت. ايه الدياجنوزيس؟ نشخص ازاي حاله دي دي اتش كلينيكال اند ريجولار؟ طبعا الطفل زي ما قلنا مولود وجالك يا بيه الولد، عايزين نطمن عليه هو عنده خاله ولا، هنشوف كلينيكال هنعمل ايه كلينيكال بقى، اورتيلاني اند بارلوز مانوفرز وذ ثرا هيستوري اند فيسكال اكزامينشن زي الحاجات اللي قلناها عشان الانسيدنس، الولد ده كان البرزنتيشن بتاعه ايه، كفاليك ولا بيتش ولا ايه، الهيستوري للبيرنتس اخبارهم ايه، للتشيلدرن اخواته اخبارهم ايه، الدوترز هيد تو تو اكزامينشن تو ديتكت ان اسوشيتد كونديشنز بروتوكولز ليجامنتس فلكسيتي اند بيز لاين نيورو اند سباين اكزامينشن عشان نشوف نيوروجينيك كوزز اوف دي دي اتش، يبقى ده ككلينيكال هيستوري. بعد كده بنعمل التو تيستس اللي هم بيتعملوا الاورتولاني، الاورتولاني زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اللي على اليمين فوق دي كده، الاورتولاني بيعمل ايه؟ بيعمل ريدكشن هيب فليكشن مع ابدكشن زي ما انتم شايفين في الصوره دي كده، تروكانتريك الفيتد اند فيمورال هيد جلايدز انتو ذا استابلر، يبقى ده بيرجع الهيد الاربع صوابع هو ماسك بالصنب زي ما انتم شايفين كده، وبالاربع صوابع بيرجع الهيد مع شويه ابدكشن ويتراكشن، يبقى ده الاورتولاني. طب البارلو العكس، بالصنب بيعمل ديسلوكيشن للهيد اللي رجعت باللاترال بالميديال فور فينجرز، بروفوكيتيف تيست هو الهيب فليكسد اند ابدكتد اند هيد بالبيتد تو اكزيت ذا استابلم بارشلي اور كومبليتلي اوفر اريم، تمام؟ عشان كده لكن التستات دي بتبقى نيجاتيف بعد شهرين لثلاثه ماكسيمم ثلاث شهور خلاص بيبقى الباورفول ناس بتاعت الماسلز والكونتراكشن اللي بيحصل بيخلي التست دي تبقى نيجاتيف. كده بنقول ان البارلو ده ديسلوكيتنج والاورتولاني ريديوسنج زي ما انتم شايفين الصوره اللي على اليمين دي اهو بيرجع الاربع صوابع دول، ده اسمه اورتولاني وده بيريديوس الهيد، وده بروفجيتيف بعد ما بالصنب ده بيرجع بيخلع الديسلوكيشن تاني، هم دول اورتولاني والبارلو دول سكرين تيست كلينيكال. وات اباوت راديولوجي اللي هو الانفستيجيشنز بقى اللي هنعملها عشان نتاكد من هذا الكلام، عندنا اما التراسونيك او اكس ريز او سي تي او ام ار اي او ارثروجرام، هنقول في كل حاجه تتعامل ازاي والانديكيشنز بتاعتها وايه الريسكس اللي ممكن تحصل منها. نيونيتال سكريننج باي الترا ساوند، الالترا ساوند از ا فيري جود ماشين فور دياجنوزينج ذا دي دي اتش ان ايرلي مانث ان ذا فيرست مانث، از سيف نون انفيزيف هيب ايمجينج، اسيسز ستراكشرز نوت فيزبل اون راديوجرافز، طبعا المورفولوجيك اسيسمنت اند دايناميك بيبقى مورفولوجيك بتشوف في صوره وبيقول لك انا شايف كذا وكذا، ودايناميك دايناميك ازاي ممكن وهو حاطط السونار بتعمل البارلو والاورتولاني وبيشوف الهيد وهي بتطلع وتخرج، واضح؟ فهو مورفولوجيك ودايناميك، تمام؟ مور سنسيتيف ذات كلينيكال اكزامينشن، طبعا
neonatal ultrasonic has higher false positive rates. هي ده مشكلته بقى. دي الليس ادفانتج بتاعته لان مش كل حاجة في اتجاه واحد. كل حاجة لها الميزة وليها العيوب. عشان كده الليس ادفانتج بتاعه ان هو بي عنده في higher positive false positive rates. Not useful after head ossification. Ultrasonic في الـ early newly born rule out normal hip. But abnormal scan requires another scan later. صح كده؟ يبقى إذن لو normal hip خلاص. قال لك ده normal. يبقى أنت متأكد أنه normal. لكن ساعات يقول لك لا ده الولد عنده DDH وهو ما عندوش. عشان كده لازم نعمل ultrasonic تاني بعد 3 to 8 weeks. Advised for abnormal hip examination with false positive results before. بس يا جماعة يبقى متفقين السيناريو الرول بتاعه ايه مهم في اول شهرين بعد كده بيبقى ما الهيب تظهر عند من 3 to 7 weeks ما بقاش له value قوي لكن هو مهم عشان يأكد لنا البرلو والأرسل تمام. Indications of ultrasonography is controversial because of over diagnosis زي ما قلنا false positive results cooperator dependent في راجل شاطر بيقدر يشوف واحد تاني يقول لك مفيش هو فيه او العكس تمام. عشان كده الفاليو بتاعته لازم تبقى controlled. The best indication is to assist treatment as guided reduction of dislocated hip. بالظبط لما نعمل public harness ولا حاجة وانت بتعمل reduction بيقول ده reduce او not reduce. تمام؟ هيقول لك عنده طبعا عارف ان هو عنده لان تبقى reduce. يبقى check reduction and stability during public harness treatment. يبقى ده البست indication بتاع السونار لكن هو controversial as sure diagnosis for the day. Radiographs in newborn infant. الولد اللي عنده اسبوع واتنين نعمله اكس راي. DDH is a radiographic in newborn, not a radiographic in newborn diagnosis and should be made for clinical examination and can be confirmed by ultrasound. After 3 months, confirmation by x ray. عشان كده ما نعرضش الولد في اول شهرين للاكس راي ونستعمل السونار. Diagnosis. مهم جدا ان احنا نخلي بالنا ان في some cases still missed at risk of growth should be further screened زي ما انا باكد على النقطه دي لو اول عيل first degree relative لو بنت لو بريتش او بوست بروفيتيف مانوفر اورتلان او بوستر لازم نتاكد تاني ونعيد السونار تاني. الالترا ساوند خلاص عرفناه وعرفنا الدور بتاعه والانديكيشنز بتاعته الاكس رايز افتر هيد اوستيفيكيشن سنتر ابير الفيمورال هيد اوسيفيكيشن زي ما عارفين بيطلع من 4 to 7 weeks. عشان كده مهم جدا ان احنا نخلي بالنا وبنشوفها ما دام لسه ما ظهرتش يبقى الولد ده اقل من 4 weeks وفي ناس بتقول ممكن تتاخر لغايه سنه وبالذات انها بتبقى ديلايد في حالات البدايه. البلينكس راي ما فيش اكتر من كده محتاج اي بي فيو ولاترال فروج لاترال فيو مهم جدا اللي هم الفيلمين اللي حضراتكم شايفينهم مهم جدا اي طفل ما ينفعش واحد منهم ما ينفعش لازم فروج بوزيشن. الراديوجراف ايمجنج زي ما حضراتكم شايفين لازم عندنا تو لاينز في النورمال تمام هايلاينر لاين وبيركنز لاين ده على الايدج بتاع اللاترال ايدج بير ايدج اوف استابلم وده ثرو تراي راديتر. نورمالي الهيد السوفيك سنتر او السوفيك سنترز بيبقوا في اللور ميديال كوادرانت لو قلت ده 1 2 3 4 ده اب ميديال ده اب لاترال ده لور لاترال ده لور ميديال يبقى المفروض نورمال الهيد بتبقى اب ميديال في الاربع مربعات اللي عملناهم دول ده نورمالي. وعندي الشينتون لاين الانفيريور بيوبيك ريمس مع الانفيريور هيد اند نيك لغايه الليزر كانتر ده اللاين ده ما يبقاش ده نورمالي. عندي كمان الاستيفرال اندكس مش كده لو خدنا لاين through the trigeminal red cartilage to hyaline line وخدنا from the center of the stabilum to the superior edge of the stabilum الديجري دي 22 بلس اور ماينس هي المفروض 25 بلس اور ماينس 4 تمام يعني مثلا ممكن تبقى 20 ممكن تبقى 27 لكن ما تبقاش اقل من 20 لكن ما تبقاش اكتر من 27 28 زي دي 40 كده تمام يبقى الاستابيلر اندكس النورمال بتاعه الافريج 22 25 لكن لو زاد عن كده يبقى abnormal. في الدي دي اتش زي ما حضراتكم شايفين اهو ده اللاينز اللي رسمناهم ترانس استابلر لاين او هايلاينر لاين وده البيركنز لاين زي ما حضراتكم شايفين الهيد اب اند لاتر تمام النورمال بلو اند ميديال والشينتون لاين هنا اهو صح كده
شينتون لاين هي ديستربت انفيرو بوبيك ريمس شايف كده فعلا رايح كده يبقى ده ديسلوكيتد عشان كده بنسال في الامتحان وتقول ايه شعر يقول لي ديسلوكيشن اقول له عرفت ازاي انا ديسلوكيشن اول حاجه تقول له هي تقول لي هيد اوتسايد استابل سهل ازاي وبعد كده تقول لي باشنتون لاين وتقول لي تو لاينز والكلام ده كله لكن تقول لي هيد اوتسايد استابل زي ما حضراتكم شايفين الديستربنس اللي حاصل في الديدج السنتر ايدج انجل ايه سنتر ايدج انجل لو خدنا لاين من تو من السنتر اوف بوث هيدز وخدنا فيرتيكال عليه يبقى ده لاين تمام كده يبقى السنتر اوف ذا هيد باي لاترال اهو تمام او خليه قلنا هوريزونتال في السنتر اوف ذا هيد لان ممكن دي تكون مخلوعه يبقى خدنا هوريزونتال من السنتر اوف ذا هيد في الناحيه النورمال واخدنا ده فيرتيكال 90 درجه واخدنا اللاين الثاني على اللاترال ايدج اوف استابلون نورمال يزيد عن 20 الزاويه دي لو قلت عن 20 يبقى في الهيد دي معناها ايه لان انت متخيل بص معايا كده كل ما الهيد اتحرك اللاين ده هيتحرك وبالتالي بتقل زي كده صح كده اهي لو خدت لاين من هنا اهو هتلاقي دي كده والايدج هتلاقيها تقريبا هنا بقت نيجاتيف وبعدين ده حتى كمان دي في الاليوم اللاين ده هنا بقت بالنيجاتيف خالص سنتر ايدج انجل مور ذان 20 ديجريز لو اكتر من اقل من 20 تبقى لو تبقى اب نورمال زي ما حضراتكم شايفين هنا كده تمام هذا لاين هاي راينر بنعيد تاني هذا البيركنز اهو اب اند ميديال لو اند ميديال اب اند لاترال شينتون لاين ديستربت وده الترانس اللي هو الفيمرو استابلر لاين ده من الترانس لو خدنا اللاين ده هو من نك المفروض يعدي في السنتر استابلم شوف لو خدت من هنا هيعدي فين فوق في الاستابلم صح كده تمام يبقى دي الحاجات الراديولوجيكال بارامترز اللي بنشوفها في الاكس راي عشان نقول ده ديسلوكيتد ولا لا ده وان سبلكسد ولا ديسلوكيتد عشان كده بنقول الراديولوجيكال سامري اوف دياجنوزس ديلايد ابير اوف فيمورال هيد صح قلنا من 4 ل 7 نورمال ممكن تلاقي الواد عنده سنه ولسه ما تمام تلاقي الولد عنده سنه او 10 شهور ولسه الهيد ما ظهرتش معناها ان احنا عندنا delayed appearance of femoral head disturbed شنتون لاين البيركنز والهيرانينر لاين الانفروميديال كوادرنت نورمال في الابنورمال او في الديسلوكيتد هتبقى في السوبرو لاترال ديكريز السنترال ايدج انجل صح المفروض تبقى اكتر من 20 تقل عن 20 وتبقى بالماينس انكريز الاستابرال اندكس 26 بلس اور ماينس 4 وتدروب abnormal widening في DDH or absent may be only signed in mild subluxation. تروح تدور عليها ما تلاقيهاش. دي السمري بتاع الاكس ري فايندنجز الفايندنجز اللي ممكن تلاقيها في حاله DDH بلينكسين. يبقى خلاص عرفنا الالتراسونيك وعرفنا الاكس ري، ثالث حاجه السي تي. السي تي مهمه في DDH ولا لا؟ مهمه في اول شهر في اول شهرين خالص مش مهمه هنا خالص. امال مهمه امتى؟ مهمه عشان تيفالويت الريدكشن افتر كروز الريدكشن وسبايكا كاستنج مش هنقول بعد شويه ان الولد لو في ست شهور او فيلد كونسرفيتيف هنعمل له كلوزد ريدكشن طب نتاكد ازاي وانت عامل له بنطلون جبس نعمل له سي تي اول حاجه ايفالويشن للريدكشن افتر كلوزد ريدكشن وسبايكا وفولو اب افتر سيرجري انت عملت الولد ده عمليه وعملت اوبن ريدكشن و او دي روتيشن اوستيوتومي والولد محطوط في جبس والجبس تقيل وما انتش شايف حاجه فبتعمل سي تي عشان تكونفيرم ان الهيد ستيل انسايد ام ار اي doesn't play a significant role in primary diagnosis of اخر حاجه الارثروجرام الارثروجرام مهم عشان الهيد شيب بالذات في الحالات الايه الاولد بقى ولد عنده سنتين سنتين ونص ثلاثه الهيد شيب مش هتبقى قوي بالظبط وعامله ازاي الكونفيجريشن بتاعها الكفر اوف ذا هيد بالنسبه للاستابلم الكونجرويتي بتاعت الهيد مع الاستابلم الارتيكولار كارتريج هل في ديفكت في ديستراكشن من الايدج بتاع الاستابلم ولا مفيش الليبرم شكله جوه ازاي وعامل ازاي الكلام ده كله الديتيلز دي جهاز الام ار اي يعني بس اللي هيفيدك احسن الارثروجرام عشان تبقى بريفرابل زي الام ار اي ده الانفستيجيشنز والحاجات الدياجنوزس بتاع سواء كان ايرلي او ليت في الديد اتش كلينيكال دياجنوزس افتر ووكينج ايج الولد ممكن يجي لنا اولا وهو لسه صغير
شهر 2 3 5 7 8 او يجي لنا بعد ما مشي. طيب احنا عرفنا اللي فات ده كله كان لسه الولد ما مشاش. طب هو مشي دلوقتي ايه الدياجنوز نشخص ازاي؟ برضو عندنا كلينيكال وعندنا راديولوجيكال. سكند ادابتيف تشينجز والكير طبعا مش كده؟ حاجات ادابتيشن عشان الواد مشي وبقى فيها عنده حاجات، فدي بتختلف الباثولوجي وبيختلف الكلينيكال ساينس اللي هنلاقيها في عيل بيمشي عن عيل مشي. اول حاجه ليميتيشن اوف ابداكشن ديو تو ادكتور لونجس شورتنينج، ده الناحيه النورمال كده اللي هي رايت سايد هنا كده تيجي تعمل لها ابداكشن تنزل كده، الناحيه الثانيه تيجي تعمل لها ابداكشن تلاقيها واقفه كده، يعني ليميتد ابداكشن. ثاني حاجه الجاليازي ساين، تخلي الواد فليكشن 90 90 وبتعمل الليجز ثابته، تيجي تبص كده تلاقي الناحيه اللي فيها شورتنينج نازله كده، دي جاليازي ساين. تمام. الحاجه اللي بعدها اسيمتري جلوتيال ثاي اند اور لابيال فولدز، تمام، تلاقي هنا ابنورمال فولد زياده كده في الناحيه ديسلوكيتد عشان الشرنكج اللي بيحصل والمايجريشن اب اوف ذا هيب. لمبلنس انيكواليتي طبعا عشان كده المين كومبلمبا جاي يقول لك الولد بعرج في اليونيلاترال افكشن، او الولد ماشي بتمرجح وادلنجيت وعامل هايبرلوردوزس في حالات البايلاترال كيس. اذا الولد ماشي بيعرج، عنده اسيمتري في الفولد، عنده جاليازي ساين بوزيتيف، وعنده ليميتد ابدكشن، ده كلينيكال في عيل بيمشي. راديولوجيكال وقلنا كلينيكال برضو لمبنج is the most common complaint after walking age in unilateral DDH. للبيت في كده. تمام، تلاقيها ماشيه تتمرجح كده، رجل بتطلع ورجع عشان عندها شورتنج حوالي شنطه ونص. تمام، عندها سنتين واربع شهور تقريبا في يونيلاترال، يبقى مهمه جدا ما ننساش. طب في الباي لاترال هتبقى وادلينجيت، شايفين ازاي؟ ليميتيشن هنا، وهتلاقي الناحيه الثانيه برضه لو هي من لاترال فيو هتلاقيها، شوف هاي اب قد ايه؟ شورت حوالي 2 سم او 3 سم. دي هتلاقيها تمشي وادلينجيت كاركترستيك. يبقى في اليونيلاترال دي دي اتش بيبقى ليمبنج، في الباي لاترال بيبقى وادلينجيت. ديسبليزيا وسبلكسيشن، في فرق؟ طب Dysplasia is an anatomic and radiographic definition. Inadequate development of acetabulum, femoral head or both, femoral and acetabulum. The dysplasia. كل subluxation hips are anatomically dysplastic. تمام؟ في الأطفال. لكن ممكن بعد كده يحصل لهم subluxation نتيجة حاجات تانية بقى. Old births مش عارف إيه حاجات تانية، لكن في الأطفال كل subluxed hip is dysplastic. عشان كده دي نقطة مهمة عشان الـ natural history different، احنا هي dysplasia ولا subluxation. بالنسبة للنقطة دي مهمة جدا يا جماعة، الـ natural history of DDH هو بيحصل لهم ايه؟ هيكملوا ازاي؟ قلنا الحتة الأولانية بتاعت النيولبورن هنعيدها تاني، واحد في كل 60 طفل بيتولدوا عندهم بوست بارلو، 60% من الواحد دول بيستابلايز في الفيرست ويك، 88 بيستابلايز في السكند مانث، و12% الواحد ده هم اللي بيبقوا بيرسست، عشان كده النسبه 1 في الألف. طيب بعد 6 شهور بقى الولد جنى بعد 6 شهور بيحصل ايه؟ بيبقى مور اجريسيف شويه ديو تو مور اكستنسيف باثولوجي اند ديكريز ذا بوتنشال فور استابلر ريمودلينج. طبعا مفيش استابلر ريمودلينج، هو اللي بيخلي استابلر ريمودلينج يحصل ايه؟ هيد انسايد استابلا، هي الاستيمولنت. طب هي بره فما هيحصلش استابلر ريمودلينج، وبالتالي هيحصل الديسبليز بتاع الاستابلر. طيب في اليونيلاترال مو بتبقى مور فورس ذان باي لاترال، وهنشوف الوقت وهعرض لكم حاله ولونج تيرم فول اب، ده الناتشرال هيستوري. والسبلكسيشن مور وورس ذان ديسلوكيشن، يبقى اليونيلاترال مور وورس ذان باي لاترال، والسبلكسيشن مور وورس ذان ديسلوكيشن. زمان حضراتكم فاكرين في اوائل الثمانينات كان الدي دي اتش ده يقول لك لا ما تجيش جنبه في البايلاترال ده، لانك انت لو صلحت ناحيه ممكن الناحيه الثانيه ما تتصلحش، وبدل ما الواد ماشي ودن كده هيبقى ليمبنج، فسيبه ما تعملوش. طبعا ما عادش كلام من ده خالص دلوقتي. Subluxation if not treated early leads to degenerative joint disease and clinical disability. المين ايج سيمتوم اونست بيبدا عند سنه 3 سنين 3 سنين ونص، تمام، و severe extreme changes after 40. الادلتس الدي دي اتش اللي قلنا في الارض بتعتمد بقى على الويل ديفلوبد فورس استابلم او البايلاتراليتي.
الناتشرال هيستوري هتكمل ازاي. عشان كده ما قلت في الاول هو الاحسن الفولس استابلم ولا بلاش. ان هو الاحسن ان ابسنس اوف فورس استابلم بيشنتس مينتين جود رينج اوف موشن ويز ليتل ديسابيليتي فيمورال هيد كفرد وذ ثيك الونجيتد كبسول. الهيد طالعه وهي هنجد على الاليوم ومش عامله فولس كبسول ولا حاجه, وبالتالي في موبيلتي والولد بنش وزود بين زي ده كده عامل فورس كبسول ولا حاجه عن 9 سنين الصوره اللي عرضتها في الاول. لكن لو عامل فورس استابلن انكريزز التشانس اوف انكريز التشانس اوف ريجنريتيف جوينت ديزيز والهايبرلوردوزس اوف لامبر سباين ويز اسوشيتد ويز لو باك بين. عشان كده ده بيبقى بينفول اللي فوق ده بينلس, وممكن الولد ما يجيش. البنت اللي جايه عندها 9 سنين عندها مشكله قوي يعني, بتقعد تعمل فليكشن اكستنشن وبتعمل كل حاجه بس ومش حاسين ان رجلها قصيره ولا حاجه, وعشان كده ممكن تبقى ميز على اساس ان هي طولها كده مفيش عندها ديسكريبنس. تمام. لكن في الارثرايتس دي مقرفه جدا. يونيلاترال ديسلوكيشن هاز بروبلم برضو الليج لم انيكواليتي ني ديفورميتي سكوليوزس والجيت ديستربنس. يبقى ده ناتشرال هيستوري بتاع الحالات دي بتكمل ازاي, ودي طبعا صعب جدا بنت دي اللي هي 9 سنين وهي بتبقى ماشيه وادلين كده واوبيز لكن ما فيش عندها بين, هي المشيه مش عاجباهم فبيشوفوا عايزين تمشي ازاي. تريتمنت بقى خلصنا دايجنوزس وعرفنا الناتشرال هيستوري وعرفنا السيكولي خلاص بقى عندنا حاله دي دي اتش بقى نشوف بقى هو عنده كام سنه ووضعه عامل ازاي. واهم في اي حاجه في اي تريتمنت انت عايز تعمل ايه, وات ار ذا جولز اوف تريتمنت. الكلام ده in general in orthopedics whatever disease or trauma what are the goal of treatment to obtain concentric reduction of the hip to maintain concentric reduction of the hip to promote remodeling of head and acetabulum زي ما قلنا من شوية and to avoid complications. ايه العوامل اللي بتأثر في treatment options؟ لازم اكيد الصغير مش زي الكبير, اليونيلاترال مش زي البايلاترال كده يعني. اول حاجه الايج اوف ذا بيشنت ات برزنتيشن, جالك وعنده ايه, شهرين ولا ستة ولا سنه ولا ثلاثة ولا جاي وهو عنده 9 سنين زي البنت دي. الفاميلي فاكتورز هيأثر معانا جدا برضو, الناس دي عندها الموضوع في العيله ولا لا. الريدوسابيلتي اوف ذا هيب, والله انت حاولت تعمل كلوز ريدكشن ولا جالك عند 6 شهور او 8 شهور ورجعت, لا ده صعب جدا ان يرجع. استابيليتي افتر ريدكشن, والله لما عملت له كروز ريدكشن اندر انستيزيا اندر سي ار كنترول, لا ده انا مجرد بس ما سبته كده وجاي احطه في الجبس رجع تاني. الاستابيليتي هتاثر معانا, اماونت اوف استابل ديسبيزيا قد ايه اكوردنج تو استابل دي فاكتورز اللي بتافكتنج التريتمنت اوبشن اللي انا هعمله. ايج اوت ويتش دي دي اتش هيب كان ستيل ريتيرن تو نورمال از كونتروفيرسيال, مين يعني ايه؟ واضحه؟ يعني امتى الولد ده يجي لك وتعالجه ويرجع نورمال؟ والله يعني زي ما قلنا كده كونتروفيرسيال. الايج اوف ذا بيشنت, الجروث بوتنشال اوف استابلم, يعني لسه الجروث للاستابلم قدامه قد ايه؟ ممكن الولد يجي لي عنده 7 سنين خلاص الريد كارتليج قفل والريمودلنج هيبقى قليل جدا, لا ده الواد جاله وعنده سنه, يبقى الجروث بوتنشال احسن فالريمودلنج هيبقى اقوى. دامج تو استابلم فروم هيد اور ديورنج ريدكشن, انا عملت له 3 4 مرات كروز ريدكشن وكل مره عايز قاعد بنش الهيد على الريم اوف استابلم والهم والهيد دي لسه سوفت كارتيلاجينس فعملت لها مالتيبل تروما. تمام. ولا انا كل شويه بعمله في اكستريم ابدكشن في البابليك هارنس ولا في الجبس اللي بعمله وده عامل لي تنشن على الكبسول وتنشن على البلاد سبلاي اوف ذا نيك. مهم جدا الكلام ده, عشان كده الايج نهو بتعتمد على الحاجات ده. هيدني لما عالج الطفل ده على الايج بتاعه كان قد ايه, الجورس بتنشف استابلم التامج الاستابلم والهيد, الحاجات دي كلها هي اللي بتاثر معايا واقدر اقول ان شاء الله نرجع نيرلي نورمال او لا. تريتمنت جايد لاينز, احنا عندنا طبعا زي ما كل التكست بوكس وكل حضراتكم كلكم عارفين ان هي ريليتد للايج. من بيرث ل 6 مانث يوجوالي بابليك هارنس بات اوكيشنالي كلوز ريدكشن نيد. عند 5 شهور البابليك هارنس نعمل ترايل كروز ريدكشن. فمن 6 شهور ل 18 شهر يعني من 6 شهور لسنه ونص التراكشن از كونتروفيرسيال بريدكشن, ومحدش الوقت عاد بيعمل بس لازم اكتبه عشان في ناس هتقول طب التراكشن اخباره ايه؟ لا ما تعملش كروز ريدكشن نوت فورسبل
or open reduction. لو انت حاس ان في closed reduction first time difficult to be reduced ما عندش تعمل حتى لو الطفل ده عنده 7 شهور. وعشان كده مفيش closed reduction في الحالات الاسباستيك والحالات النيوروجينيك والحالات الارثروجرابوتيك. واضح؟ لا ليها public harness ولا ليها closed reduction وتبقى open reduction على طول لما الطفل يبقى سنه يسمح. تمام؟ ليه؟ لان كل ده بيبقى تنشن على البلاد سبلاي وتنشن على ال 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 ما بقاش فيه تنشن لان هو سباستيك هيرجع تاني حتى لو رجع. ولو هو ارثروجرابوتيك المسل فيبرس وما هتعملش معاك ستريتش وبالتالي بتبقى كونتروفيرسال جدا انك انت تعمل تراكشن للنورمالز اللي هم اللي مفيش عندهم والتانيين كونتر انديكيتر انك تعمل وبالتالي تراكشن دي تنسحب. طب الطفل ده جالنا من 18 شهر يعني سنه ونص لثلاث سنين هنخش بقى في دايلمت بقى اوبن ريدكشن وسيرف تيشور ريليز زي ما هنقول واستيوتوميز فيمورال ولا استر. طيب بعد كده اوبن ريدكشن وذ استيوتومي استيوتومي هيبقى فيمورال ولا استابيلر ولا كومباين وده السيشن اللي جاي. احنا تقريبا كده بقى لنا نص ساعه او نص ساعه ثلاث دقائق ان شاء الله هناخد وقت اقل في بقيه المحاضره. تريتمنت اوبشنز دو ناثينج في حاجه اسمها كده اللي هو كونزرف وتنسي فور كوشنبل فايندينجز اور ريتوين كليك ويز نورمال اكزامينشن. الولا يقول لك ده فاخده بيفرق تيجي لك بعد اسبوعين ثلاثه تيجي تعمله تلاقيه فعلا في كليك بس ما فيش بتاع البارلو نيجاتيف وما تعملوش حاجه وكلوز فول اب مهم بس هنا. طيب دبل دايبرز تدي له اثنين تقول له خليها ماما ادي له اثنين نابكنز تمام. طب والكلام ده مفيد او مفيد مفيد في ايه بقى؟ قال لك ان هو دي التراديشنال ميثودز اللي موجوده بالذات في البريماتيور انفنتس في النيرسري في الحضانات. تراديشنال ميثود فور اوف دايركتنج هيد انتو سوكيت نوت يونيفورم ان ابلكيشن اند ليميتد كنترول اتشيفبل ابروبريت انتل ويتنج تو فيت انتو هارنس. يعني انت بعت له يجيب بابليك هارنس ولسه هيقعد اسبوع واثنين طب خلاص لبسيه اثنين دايبرز يا ماما تمام كده؟ Public harness is a dynamic splint that requires normal muscle function. عشان كده لو الطفل ما فيش عنده normal muscle functions في الحالات الاسباستيك كونتر انديكيتد برضه انك تلبسه public harness وهيبقى open. Indications DDH less than 6 months وreducible hip لازم الشرطين دول. بعد كده بيبقى صعب ان هو يشتغل public harness ولو unreducible hip هتلبسه ليه؟ تمام؟ يبقى دي الانديكيشنز بتاع يعني مش كل طفل اقل من 6 شهور تلبسه public harness. لا في indications. Contra indications of teratologic hip dislocations or spina bifida or spasticity. Neurogenic or teratologic واللي هي الارثروجرابوزيك والحاجات دي contra indications تلبس له public harness عشان ما فيش muscle action هيبقى contractile. ال outcomes بتاعت ال public harness success rate 90% depending on age at start of treatment. ال ideal position من 30 ل 60 abduction controlled by posterior straps within safe zone. Extreme position can cause FN قلناها من شويه ما يبقاش في extreme position تمام. وعشان كده بنقول ان مهم جدا جدا ان احنا نخلي الديجريز دي في الفيسيولوجيكال بالمنظر ده كده الهيب فليكشن من 90 ل 100 110 كنترول في الانتيرور سترابز دي والبوستيرور سترابز هي اللي هتعمل لها الابدكشن. يبقى ده بيعمل لنا الفليكشن والثاني ده بيعمل لنا اللي من ورا بيعمل لنا الابدكشن. الويرنج بروتوكول هيلبسه قد ايه؟ ويفك ولا ما يفكوش؟ وامتى نقول ان خلاص بنلبسه 23 ساعه في اليوم بيريح ساعه واحده بس؟ At least 6 weeks until hip is stable confirmed by ultrasonic تمام؟ ونعمل بعد كده الاكس راي اللي هو السونار كل 4 اسابيع. طيب نوقف امتى؟ نوقف في حالتين لو بقى ستيبل وبعدها شهرين او لو هو ما بيرجعش اصلا ويبقى ريسلوكيتد يبقى خلاص ما عادش نافع معاه الحاله. لكن نفع وكويس وبقى ستيبل عند 4 شهور نلبسه كمان شهرين. لا ده بقى ستيبل عند شهرين نلبسه كمان شهرين. ده ستيبل عند 3 شهور نلبسه كمان شهرين. واضح؟ To avoid public harness disease روجن لو هو discontinue لو الهيب از نوت reduced باي 4 weeks 4 اسابيع والهيب ما بترجعش وماشي ستيبل ما يبقى ما عادش نافع له الموضوع ده. واضح يا جماعه؟ يبقى في 2.5 ده الايديال بوزيشن. الطفل اقل من 6 شهور ما عندوش نورجيك ديزيز المسل كونتراكتايل اول شهر
لقينا الهيد ما بترجعش ما عادش يلبس. الهيد بترجع نستنى بعد ما ترجع ونحسب شهرين كمان وهو لابسه بعد كده نقلعه خالص. Outcomes success rate 90% زي ما قلنا depending on the age. وقالوا وجدوا في study وجدوا ان الاستابلر اندكس بيقل 1.6 درجة كل month وده يؤكد ان successful treatment. كل ما تقيس الاستابلر اندكس تلاقيه درجة ونص او درجة وستة من عشرة بيقل عن المرة اللي قبلها شهريا. طبعا ده كاكس راي بقى يكون الطفل عدى 3 شهور 4 شهور 5 شهور كده مفيش مشاكل نعمل اكس راي. خلاص الولد بقى 6 شهور وما ينفعش معاه البابليك هارنس او هو جاي لك عند 7 8 شهور هنعمل ايه بقى؟ هتعمل البابليك هارنس؟ لا معاده خلص. يبقى الانديكيشنز اوف كلوز ريدكشن وسبايك كاستنج دي دي اتش من 6 ل 18 شهر او فيلير اوف بابليك هارنس. ريدكشن بيفور سيرجيكال تريتمنت كونتروفيرسيال زي ما قلنا. Better to be avoided because of high incidence of TB. بقولها تاني الحاجات اللي هي خطيرة ومهمة بركز عليها وبذكرها أكثر من مرة. نعمل إزاي؟ لازم under general anesthesia ولازم يكون في CR control موجود ولازم تحط حاجة يعني إيه كده على الجينيتاليا بتاعت الأولاد دول عشان ما نعرفش CR كتير. Avoid excessive force under CR control. اور ارثروجرام ما حدش في الحقيقه بيعمل ارثروجرام قوي لكن مكتوب انك ممكن تعمل ارثروجرام وده احسن تو كونفيرم ريدكشن ارثروجرام والهيلب تو ايدنتيفاي الاناتوميك بلوكس تو ريدكشن هيخليك تشوف السي ار مش هيخليك تعرف هو ايه اللي بيحوش لكن الارثروجرام دي الادفانتج بتاعته هيخليك تشوف والله الليبرم هو اللي مش داخل ترانسفيرس السبل ليجما تحايش ده الايلو سوس مش عارف ايه ارثروجرام بيقول لك الكلام ده لكن السي ار ما يقولش سبايكر خلاص رجع يبقى سبايكر كاستنج افتر ريدكشن ان هو بوزيشن فليكشن 90 ابدكشن 45 ونورمال روتيشن. نعمل ابدكتور تونوتومي اف انستابل في السيف زون بتيجي تعمله كده بتلاقي الولد بيشده تاني بيخلع يبقى نعمله ابدكتور تونوتومي مع كلوزر وكونفيرمنت انا بتحطه في كاستم انتش عارف هيكمل ولا لا وده قلناه من الانديكيشن بتاع السي تي. تشينج الكاستم من 6 ل 8 اسابيع يقعد قد ايه لغايه برضو ما يبقى ستيبل يعني سي انك انت عملت كلوز ريدكشن اتليست 4 مانث بتسيبه في الكاست بعد كده ممكن نايت ابدكشن. كومبليكيشن اوف دي دي اتش از اسف دي 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 اتش مش دي 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 افاسكولار نيكروزس. طبعا بقول الكلام ده حاططها هنا ليه بالذات لانها موست كومن نوت بارت اوف ناتشرال هيستوري اوف دي دي اتش المفروض ما يحصلش اما تحصل ايتروجينيك من المالتيبل كلوز ريدكشن او من السيرجري. الاتيولوجي بتاعها انون لكن غالبا بيحصل فيمورال هيد كومبريشن والانجري بلاد سبلاي واكسسيف ابدكشن عشان كده ما نعملش اكسسيف ابدكشن اكتر من 50 ديجري ما نعملش تراكشن جامد او ما نعملش تراكشن اصلا واحنا بنرجع نبقى فيري جنتل ولو ما رجعش ما نعملش محاولات كتيره ونبقى نقول ده هيبقى اوبرابل. وات انفلنس ارثرايتس ريسك ان دي دي اتش الايج التريتمنت الولد ده جالك متاخر قوي وعنده 5-6 سنين هترجعه برده ما عادش زي زمان يقول لك لا الولد كبير هنرجع برده وهنعمل على حساب الشورتنج هيبقى اطول شويه. كواليتي اوف ريدكشن انا لما كنت ما رجعته كان كونسنتريك ولا كان سبلاكسد. الاستابيليتي كان بيبقى ستيبل ولا انستيبل قاعد تطلع الهيد بتطلع وتخرج. حصل اف ان في اي ساينز سبلاكسيشن ده اخطر من الديسلوكيشن زي ما هنشوف الوقت. يبقى الحاجات ده هي. لو الولد كبير قلت بتاع الدكشن مش كويسه الاستابيليتي مش متشور الاف ان كويري الحاله سبلكسيشن الحالات دي غالبا هيبقى البروجنوز بتاعها ويز ارثرايتس. خلصنا كده الاوبن ريدكشن بس اوبرتيف تريتمنت بقى احنا هندخل اوبن بقى ده كان كلوزد اوبن ريدكشن اند سبايك كاستنج انديكيشن. امتى اعمل هقول ده انا هعمل اوبن ريدكشن؟ الولد اكتر من شهر من سنه ونص او فيلير اوف كلوزد ريدكشن حتى لو الولد ده 7 شهور تمام او تراتورجينيك او اسباستيك ديد اتش من الاول خالص زي ما قلنا ما نعملش ترايلز عشان ممكن يحصل افاسكم. يبقى دي الانديكيشنز بتاعه الاوبن ريدكشن. الاوبن ريدكشن بنستخدم الانتيور ابروتش البيكين انسيجن لازم نعمل ادكتور تونوتومي وسواس تونوتومي والحاجات اللي حايشه اللي بفكركم بيها اهي اللي هي الاوستيكلز لازم واحنا فاتحين لازم نشيلها لو انت متيرز نشيله. الترانسفيرسال ستابل ليجمنت لازم نقطعه ونوسعه. البولفينار الفايبوفاتيشن شيله.
الريدندنت كبسول هنتعامل معاها، الانفيرتد لمبس نعمل له ريديال انسيجنز عشان لما تخش الهيد تفتح الريديال انسيجن بتاع اللمبس ده وتخش تبقى امباكتد هو معاك. يبقى اذا ده ايه الايم بتاعي في الاوبن ريدكشن. طبعا زي ما احنا فاكرين البكيني انسيجن سريع كده ان شورت اهو انتيرس بيرك سباين تحت بحته صغيره كده لغايه ماشي مع اللونجاينال ليجمنت، بتخش بين تنسو الفاشيا لاتا والسرتوريوس، تقطع السرتوريوس من وساعات بنشيلها من الابوفسيس او ممكن تعمل لها ستي سويتشر وتشيلها، بتفتح تلاقي تحتك الريكتر فيم ريكتس فيموريس. ما تنساش ده مين ده لاتر كونس نيرفوس ساي ما يتقطعش منك. بعد كده بتشوف الجونت كابسيل اهو، بس اللي حايشك هنا مين الريكتس فيموريس، فبتعمل لها ستي سويتشر وتقطعها. بعد كده دخلت بقيت على الكبسول، الكبسول بتعملها تي انسيجن اهو تمام تي انسيجن، وبعد كده بتخش بتعمل الاوبستكلز اللي احنا شفناها، هتقلي جامنتم تيريز اهون بتقطعه لان الهيد بره مش كده، بتقطعه وتمسكه بكلام وهو ده اللي بيوصلك للسنتر اوف استابلوم صح، لانك عايز تروح تشوف ترو استابلوم فين، ما بتبقى الهيد فوق، فبتشد بقى الرجل شويه كده وبالتنشن على الجامنتم تيريز ده تلاقيه. لكن حالات النجلكتد بعد سنتين ثلاثه بتلاقيه مقطوع اصلا لان الهيد بتبقى ميجريتد تمام. يبقى عملت كده، شلت الاوبستكلز، وسعت الليمبس، عملت في ريديال انسيجنز، عملت التوناتومي للادكتورز والسواس تندون. بعد كده موست امبورتنت ستيب بعد ما خلصت الاوبستكلز، اهم نقطه فيها اللي هي كابسولوجرافي. عشان كده عمليه الاوبن ريدكشن هي الكابسولوجرافي، لان انت عملت كل حاجه وبعد كده سبت الهيد، ما الهيد هتلعب تاني. مهم جدا المنظر ده لان الهيد زي ما قلنا اولونجيتد مش كده وستريتشد، لازم الزيادات دي نشيلها ولا نعمل لها اوفرلاب كده ونخيطها زي ما هو عامل هنا. انا شخصيا ان ماي هاند بحب اشيل الزيادات دي عشان ما تبقاش لندن وتبقى يحصل لها لكس، شيل دي كده من هنا كده بالجسرمي ونقطع دي كده. في ناس وفي بيبرز كتير قالت كده وفي بيبرز قالت، فلازم اعمل سيوتشرز مهمه جدا بابسوربابل ونان ابسوربابل. هو الولد بيهيل في 3 4 اسابيع حتى لو عملت الفكره مش مشكله، في ناس بتعمل بنان ابسوربابل سيوتشرز، ولو خدتها اوستي بالاوستي تبقى احسن. كابسولوجرافي از ذا بوينت اوف اوبن ريدكشن. بعد كده بعمله في سبايك كاست زي بتاع الكونزرفيتيف بالظبط اهو، من 45 ل 70 فليكشن، ابدكشن من 30 ل 45، نيوت روتيشن من شهرين لثلاثه. بعد كده ممكن اسيبها في ابدكشن بريس كده لغايه ما يحصل جود كونسوليديشن. طبعا عملت اوبن ريدكشن، طيب ما حد يسالني انت عملت اوبن ريدكشن كده وخلاص ما عملتش اي حاجه؟ لا ده هقول له ده انا هجاوب، كان لازم وانا فاتح اجاوب على نفس الاسئله دي كلها كام سؤال. 6 اعمل فومرال اوستيوتومي ولا لا؟ طب لو عملت فومرال اوستيوتومي اعمل شورتنينج ولا ما اعملش؟ طب لو هعمل شورتنينج هاو ماتش شورتنينج؟ سنتي ولا 2 ولا 3؟ طب واحسبهم ازاي؟ طب والاستابلار اوستيوتومي اعمل ولا ما اعملش؟ هوتش طيب استابلار اوستيوتومي ده اللي هنجاوب عليه في الدقائق القادمه. اول حاجه اعمل فورم اوستيوتومي ولا لا؟ فورم اوستيوتومي مهم فور كوركشن اوكسيسيف انتي فيرشن. انت وانت بتعمل اوبن ريدكشن لقيت الولد نيوترال كده وحطيت الهيب في الاستابلم في نيوترال بوزيشن والدنيا ستيبل، اعمل استابيليتي تيست وهنقول هنعمله ازاي دلوقتي، الهيب ما بتخلعش اوبن ريدكشن وبس. لكن وانا بعمل اوبن ريدكشن كل ما اسيب الولد نيوترال الاقي الهيد طلعت بره، اعملها في انترنال روتيشن واعمل فليكشن ابدكشن ادكشن بسيط ما بتخرجش، يبقى اذا الانتيفيرشن عاليه، يبقى لازم اعمل دي روتيشن استيوتومي. فارس ولا مش فارس هتكلم عليها بعد شويه. يبقى اذا فيمر استيوتومي عشان الانتيفيرشن العاليه قوي، لكن في اولاد ممكن تعمله اوبن ريدكشن وما تحتاجش انك تعمل فيمر استيوتومي، الانتيفيرشن مش عالي قوي بالذات لو جالك عند 8 9 10 شهور، لكن لو جالك شهر ونص عاده بيحتاج to decrease the tension على الهيب وتو ريديوس الاف ان مش كده ولا ايه؟ تمام؟ هعمل شورتنينج ولا لا؟ هو ده السؤال الثاني. تمام؟ femoral shortening amount قد ايه؟ تمام؟ انا عملت الاستابيليتي تيست. ايه الاستابيليتي تيست ده؟ at the time of open reduction before closure of the capsule assess the stability of the hip. انت ماسك الهيب ريفليكشن 90 وماسك مني كده، if the hip is stable only in flexion، عملت flexion with abduction stable، تيجي تعمل extension تلاقيها طالعه قوم خلعه، دي معناها ايه؟ ان في deficiency anterior wall صح؟ تبقى عايزه
النومينيت سلتر اوستيوتومي او ديجو اوستيوتومي عشان تكفر الهيب. يبقى دي عرفناها. طيب لو الهيب ستيبل اونلي ان انترنال روتيشن اند ابدكشن يبقى عايز دي روتيشن اوستيوتومي صح؟ تمام. لكن لما اجي اعمل ابدكشن كده ابدكشن واعمل نيوترال تقوم خلع، لا يبقى انا عايز دي روتيشن اوستيوتومي. او لو هيب ستيبل في نيوترال بوزيشن نو كونتينمنت اوستيوتومي مطلوبه. طيب انا مش عارف ارجع الهيد اصلا والولد ده عنده سنتين ونص، كل ما اشد الدنيا طايره مش عارف ارجعها، يبقى ده هو ده الانديكيشن اوف فيمورال شورتنينج. تمام. يبقى الفيمورال شورتنينج اف ذا تشايلد مور ذان 3 ييرز، وساعات بيبقى عند سنتين سنتين ونص برضو لو واد كبير كده تلاقيك مش عارف ترجع الهيد او رجعتها بس تايت، ساعتها هتزود الانسنس اوف فاسكال نيكروزس والانسنس اوف سبلكسيشن اند ديسلوكيشن اجين، عشان كده لازم نعمل فيمورال شورتنينج. يبقى عرفنا الاسسمنت بتاع الستابيليتي تيست ده انترا اوبراتيف تيست، بعمل فليكشن للهيبس او للهيب ديسلوكيتد، واشيد العيان في نيوترال واشوف خلع انتيريور في نيوترال يبقى ده ديفيشنت انتيريور، او خلع وما عملته في انترنال روتيشن ما خلعش في اكستنشن يبقى ده عايز ديروجين استوم بس، لما خليته نيوترال خلع يبقى ديفيشنت انتيريور وول، لما عملته في ابدكشن فليكشن ما خلعش واصل، يبقى ستيبل في ابدكشن وانترنال روتيشن بعد دي روتيشن اوستيوتومي وعايز سولتر اوستيوتومي. فيمورال شورتنينج لو مش عارف ارجع الهيب اصلا والهيب هيبقى تايت لازم اعمل فيمورال شورتنينج. عشان كده نرجع للسلايد ده تاني، قلنا عشان اشوف ازاي عشان تكوركت الفيمورال اوستيوتومي، عشان تكوركت الانتيفيرشن، وعشان تكريز التنشن على الهيب، والا لو ما عملتش شورتنينج في الحالات اللي محتاجه هيحصل اي في ان. طب اقيس الشورتنينج ازاي؟ اهو سهله جدا بالبري اوبرات بلاننج. اهو الولد ده عنده سنه شايف يا دوب الهيد اوبوزيت الاستابلم ديسلوكيت ده، وده عنده سنتين شوف شورتنينج حوالي قد ايه، وده خمس سنين اللي بتاعت الاول شوف قد ايه، بعمل اي بي اكس راي وجاست ان انا اشد الرجل كده وزود فورس حاجه زي ما فيش عدد الرجل بس في نورمال تنشن، واعمل اكس راي واقيس المسافه دي بدون ماجنيفيكيشن من السنتر اوف ذا هيب لغايه التريلر ديت كارتليج من هنا اهو اللاين ده كده مع السنتر اوف ذا هيب، انا كده تقريبا هقصر 2 سم هنا، مش هقصر هنا، ده انا هقصر 3 سم وصلت. ده بري اوبراتيف. انتر اوبراتيف بقى هنقولها بعد شويه. يبقى البري اوبراتيف بلاننج بالبلاننج على الاكس راي بري اوبراتيف، وانتر اوبراتيف بالتست اللي احنا قلناه اللي هو استابيليتي تيست. فيمورال اوستيوتومي احدده ازاي؟ اهو تو سيبريت انسيجن، انا عملت خلاص هنا اوبن ريدكشن، الوند الثاني ده اللي بخش فيه على الابر فيمر وبعمل الابروتش بتاعي عادي خالص، لما بفتح البروكسيمال اند فيمر الاليوتيبيال تراك والفاسس لاتراليز سبليتنج باخدها وبخش على طول اعمل ديروتيشن اوستيوتومي. فارس ولا مش فارس؟ كتير قوي في الليترتشرز قالوا مش فارقه كتير الا اذا كان الانتيفيرشن عاليه قوي، وبعملت الديروتيشن استوتومي حسيت برضو ان ستيل الانجل شويه، فانا ممكن اخد الاستوتوم بتاع مايل شويه عشان اعمل فارس، لكن ان ماي هاند في خلال ال 10 سنين الاخرى ما اخدتش اي وجه خالص جاست استوتومي، والحالات كلها بفضل الله كويسه جدا. انا عايز اقول ان هي ممكن تعمل فارس لو انت شايف الانت فيرشن عاليه والهيب نوت سنتر في الاستابلم، لكن لو انت عملت الديروتيشن بس نو نيد تو دو فارس. بالظبط كده انت فتحت اللاتر ابروتش اللي قلنا عليه تمام، وقمت جاي على اول مسمار تحت البيز اوف تروكانتر بالظبط ما تطلعش فوق قوي، وقمت حاطط مسمار والرجل ايه بقى ريديوز يا جميل، ما انت لازم ترجع الهيد الاول. سام تايمز في ناس تحب تحط كي واير كده عشان تتاكد ان انا كده دلوقتي الهيب ريديوز ده اهو، وعلى السي ار مش شايف انك شفت انجل حلوه تمام، والهيد لينس لان انت كده لو النيك انت فيرشن تشوف الهيد اوفرلاب، كل ما تعمل انترنال روتيشن النيك لينس بيرجع قدامك لغايه ما تشوف الماكسيمم نيك لينس على السي ارم، خلاص رجعت كده يبقى الانترنال روتيشن ده النورمال اللي انا عايز اوصل له، يبقى النيك لينس في الاي بي فيو على السي ارم مظبوط، احط كي واير وانا عامل ريدكشن وابتدي احط الشريحه بتاعتي، يبقى الرجل في سيفير انترنال روتيشن. حطيت المسمار ده اهو زي ما حضراتكم، ده الاول عملت الاكسبوجر، حطيت المسمار لشريحه 4 هول سمول 4 هول، وده السبيس اهو بين التو هول، حطيت ده. طب وبعد كده والرجل في انترنال روتيشن وريديوس والنيك لينس
رجع عن طريق السي ارم بعد كده اهو بقوم جاي وانا كده وفي انترنال روتيشن اعلم قصاد المارك ده اهو ده الاوستيوتومي سايت بتاعي تمام كده. طب وبعدين هقطع ازاي والشريحه موجوده؟ لا ما لسه اهو هتقوم جايب الشريحه كده ورافعها كده ما انت حاطط فيها مسمار واحد. في ناس بيسيبوا المسمارين ويقطعوا ما اعرفش بيقطعوا ازاي. ان ماي هاند بعمل كده بترفع الشريحه خلاص ماسك المسمار واحد اهو وبتقوم قاطع الاوستيوتوم بتاعك بالمنظر ده. طيب اعمل شورتنينج ولا ما اعملش؟ بعد ما انت الرجل في انترنال روتيشن بتقوم ظابطها بقى في النيوترال بوزيشن ما انت كسرت انت عامل وهي كانت في انترنال روتيشن. صح كده ما حطيتش الشريحه تمام؟ بتقوم سايب الرجل كده في النورمال تون بتاعها يقوم حاصل عندك الاوفرلاب ده. يبقى دي الاماونت اوف شورتنينج اللي هتقطعها. اظن واضحه جدا. اهو تطلع بقى دي سنتي تطلع 2 سنتي تطلع 3 سنتي تطلع انا مره قطعت 4 سنتي مفيش مشكله على الاطلاق تمام. اهو يبقى اذا الاوفرلاب بعد ما عملت الاستوتوم بتاعي هي دي السيجمنت اللي انا هشيلها ودي الاماونت اوف شورتنينج مع ان بري اوبراتيف بلان على الاكس راي زي ما قلت لكم انا كنت متوقع ان ممكن تبقى كده برضه. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده ودي الصوره اللي قلت لحضراتكم عليها في الاول اهي حاطط كي واير كده عامل لي الريدكشن بتاعي وده مسمار واحد اهو وقمت كاسر كده وقمت عادل الرجل في النيوترال بوزيشن وبتاعت بعد كده احط المسامير بتاعت الاثنين التانيين والهيد بقى تديوز والسنتر ده بعد كده بشيل الكي واير ده. احط كي واير ولا لا؟ في الاول والله وانت في اول الاكسبيرينس كيرف بتاعك هتبقى خايف انك تقول ايه والله يا راجع وستيبل انتر اوبرتيف بس انا بحط كي واير عشان وانا منجبس ما تتخلعش ماشي زي بعضه بس البلاش احسن. In my hand ما بحطش اي كي وير ولا حاجه لان الاستابيليتي بتاعت الهيب ريدكشن انترا اوبراتيف. الكي وير مش هو اللي هيمسكها لو ماشي ستيبل الكي وير مش هيعمل لها حاجه لكن احنا بنعمله ساعه الاوستوتومي بس. تمام؟ سبايك اتكاست برضه زي ما قلنا زي في الكلوزد بالظبط من شهرين لثلاثه لغايه ما يحصل كونسوليديشن. How to achieve the type of perfect osteotomy ده ايج ديبندنت وسيرجن اكسبيرينس. طبعا ده موضوع كبير جدا جدا واحنا قربنا نختم لكن في الحقيقه مهم جدا ان احنا ناخد فكره بس طبعا ده محتاج ان احنا نقرا بقى ونبص فيه لان مش وقته ده محتاج محاضره لوحده. Goal of perfect osteotomy to increase anterior and anterolateral coverage of the head. تمام؟ For concentric reduction of the head for acetabular development. عشان نتكلم على انواعهم قد ما الحاجات اللي احنا محتاجينها في محاضره النهارده. زي ما انتم شايفين الالجوريزم ده من الحاجات المهمه لو الطفل اقل من 7 سنين عندك سولتر وده دي ريدايركشن اوستيوتومي او امبرتون ريشيبنج او ديجا اوستيوتومي لو اقل من 7 سنين عشان التريرا ديت كارتج يبقى ستيل والسينفس بيوبس عشان الهنج. طب لو اكتر من 7 سنين لو اوبن تريرا ديت كارتج ديجا او تريبل. طيب لو كلوز تريرا ديت كارتج خلاص بقى حاجه تريبل النومينيت زي الستيل او جانز اوستيوتومي تمام تمام الاستيوتوم بتقشر الاستابلا وتقعد تلعب فيه زي ما انت عايز. طيب انا مش عارف اعمل كونسنتريك ريدكشن اصلا فيبقى سالفج بروسيدور اما شيلف زي الاستهلي او كياري ميديال ديسبيسمنت. اظن السكيم ده ظريف بس كل واحد له انديكيشن ويتعامل ازاي وتكنيك ده مش موضوعنا النهارده. لكن موست كومن استيوتومي بيلفيك استيوتومي يوزد از سولتر استيوتومي اند ديجا استيوتومي. في الحقيقه لغايه 10 سنين يعني يمكن لغايه 2005 2007 كده كنا بنشتغل كله سولتر. بعد كده كله بيشتغل ديجا لان كان بقى اسهل. السولتر ده دوم دان فروم ايج 18 شهر لغايه 6 سنين او 7 سنين ده ري دايركشنال اوستيوتومي اوستيوتومي ثرو جريتر سايتك نوتش بنوصل لغايه الجريتر سايتك نوتش والهنج بتبقى على السيمفسيس بيوبس البيوبك سيمفسيس يعني تمام. ده بالنسبه للسولتر فكرته اهو انت كده اهو تمام بالظبط كده اهو بتيجي للسوبيرو ايدج اوف ذا استابلم هنا اللاين ده مش مظبوط على فكره هو خلينا على الصوره اللي احنا شغالين بيها بتيجي كده اهو على ده اللي خلاص الوول بتاع الاستابلم اهو بتوين الانفيريور وسوبيريور الاكس باين انتيور سوبيريور اكس باين وانتيور انفيريور اكس باين فوق سوبر استابلم على طول في السرسيل كده وبنقوم كاسرين كده هنا لغايه الجيتال سايتك نوتش. طبعا كان مشكله بالجيجلي سو او باوستيوتوم وحته خطيره جدا عشان الكلام ده وعشان كده الناس بدات ترجع لديجا دلوقتي تمام. بعد كده بنقوم ماسكين من الانتيريور فيريت سباين السيجمنت دي ونشدها ايه لاترال اند انتيريور اند انفيريور
بتشدها العيال نايمه على ظهرها ماسكها السيجمنت الديستال ده اللي انت قطعتها لغايه سوبيريو جيتو سياتيك نوتش وبتشد السيجمنت دي تفتح لتحت والفوق والبره عشان يعمل لك الويدج ده هو اللي هتحط فيه الجرافت ده وتمسكها. شايف الريدكشن؟ يبقى انا دلوقتي عملت ستيبس بالتفصيل اوبن ريدكشن وشلت الاوباستكلز وما قفلتش الكبسول تمام. بعد كده اسس انا محتاج فيمرال اوستيوتومي ولا محتاج، عملت الدي روتيشن شورتنينج اوستيوتومي ومثبت البتاع ده لغايه ما الهيد بقت جوه. اجي اعمل بعد ما خلصت كده اعمل تيست الاقيها لسه بتطلع انتيريور، يبقى عايز سولتر او ديجا. هم عاملين ديجا، خلصنا الكلام ده كله ابتدي اعمل الكبسولوتومي بتاعي واشيل الكي واير ده واجبس العيان. يبقى ده السولتر، بيبقى ثرو ذا جليتر سايتيك نوتش اهو تمام، فوق الاستابلم بالظبط على طول وبتخش كده باستوتوم لغايه الجليتر سايتيك نوتش ونحط بون جرافت. ناخد منين البون جرافت؟ تمام، ممكن ناخدها من الاليا كريست، ممكن تاخدها من الاستيوتوم اللي انت طلعته من الشورتنج بتاع الفيمر وبتمسكها بكي واير. لما بتحط الحته بتاعت الفيمر بتبقى في ريبارد فور، ممكن ما تحتاجش كي وايرز كمان. تمام اهو، ده ولد كان عنده تقريبا سنتين، ده افتر ريدكشن اند دي روتيشن استوتومي او وات از كولد تريبل اتاك، وزي ما انتم شايفين السبر اندكس مور اور ليس نيرلي ذا نورمال. تمام، دي برضو انتر اوبراتيف اهي، ده كان بايلاترال، شايف السبر اندكس هنا بقى قد ايه انتر اوبراتيف، ودي السيجمنت اللي انا بقول لك عليها هي دي الحته الكت، الحته اللي هي الفيمورال دي بعملها وانا بقطعها باخدها تريانجل كده اهي ويدج، واقوم اخدها واقوم حاططها في البلوك كده. على فكره ده ديجا اوستيوتومي مش يعني انا كنت قاعد ادور على صوره الديجا اهي، دي ديجا اوستيوتومي لان ما وصلتش للجيتر ساتيك نوتش. تمام، بنحط الجرافت كده وفتح الوجه والاستابل اندكس يرجع، دي كانت بايلاترال الناحيه دي لسه ديسلوكيتد اهي، هاو ماتش از ذا ريدكشن از جود اند السورسيل اوف ذا استابلم از مينتين. ديجا اوستيوتومي فوليوم تشينجينج اوستيوتومي، الهنجز على تريفر ديت كارتريج ماهوش على سيمفيس بيوبس زي السولتر، ده بيري كابسولار اوستيوتومي نوت ثرو سياتيك نوتش. تمام، وبتعامل بالمنظر ده، انت بتخش بالاوستيوتومي والعيان نايم على ظهره من الانتيريور وتلف حوالين الاستابلم توصل لغايه فين؟ ما توصلش للستاتيك نوتش، بتوصل ورا بحيث تحرك لي كل الاستابلم، شوف واصل لغايه فين او جاز ستاتيك نوتش اهو، لا بتقف هنا كده نص سنتي لسنتي وفوق هنا رايح كده من ورا، لكن من ورا فين؟ ما تخشليش لو سمحت وتفايوليت الجاز ستاتيك نوتش. بالظبط كده زي ما في الصوره دي كده، الديجا اهو بوصل لغايه هنا، ده الفرق بين السان دياجو ومبربت، بوصل لغايه هنا تمام؟ لكن الديجا بتخش بالانتيريور اهو وبتمشي سوبير اراوند ذا جوينت بوستيريور زي الصوره اللي احنا وصلناها ده، يعني بتلف بالاستابلم بتاعك طبعا، لما كل ما يكون الاستابلم ده كيرفد معاك بيبقى احسن وانت بتعمل الديجا اوستيوتومي وبتحط الجرافت. تكنيكال ايرورز اوف سورتر اوستيوتومي لان ده كان الشائع قوي، انك ما تعملش ادكتور تونوت ما ينفعش سبلكسيشن، انك ما تعملش كونسنتريك ريدكشن ودي مشكله، انك ما تعملش صور 3 دي وبالتالي تيجي ترجع تلاقي فيه مشكله والهيد مش عايزه ترجع. الاستيوتومي بتاعك يبقى سبريدنج. نسيت اقول لكم على النقطه دي مهمه جدا، متخيل انت كده في السولتر الاستيوتومي هنا هون، لو انت كده بيسموها عملت الاستيوتومي هنا وبدل ما انت تشد دي لاترال دي راحت لجوه، بقت الديستال فراجمنت دي هي اللي فتحت جوه ومش مقفوله هنا كده، خلاص الافكت بتاعها هيروح وهتلاقي الانجل السبرنس ستيل وتيجي تلاقي الهيد دي طب لابس الثاني. عشان كده المهم جدا انك انت تخلي بالك ان ما يحصلش سبريدنج للاستابلم للاستيوتومي وما يبقاش ميديالي، المفروض انت بتشده لاترالي ما يبقاش ميديال ديسبليز، الاستيوتومي ما يبقاش اوبن بوستيريورلي، والبين بنتريشن خلي بالك وما تحطش اي بنز، وقلنا ما عندناش بنحطهم دلوقتي زي الولد ده كده. اعتقد عنده 5 سنين، شايفين اللمبد عامل ازاي والسويلنج بتاع السايد. تمام، جاي كده شورتنج اهو ماتش حوالي 4 سنتي، ده كان عنده دي دي اتش، راح حد عمل له كده شايفين، ده بقى النو برنسبلز. تمام، ده اللي بنسميه النو برنسبلز،
يعني حتى اللي هنا ما كانش عامل، كان عامل الاستيوتومي ده فين ولا الجرافت ده فين؟ ما كانش فيه استيوتومي اصلا، ولا كان محطوط فوق ودي الجرافت محطوطه في تمام. دي اول حاجه. الاستيوتومي شايفين معمول فين؟ ما كانش فيش فينا اي اثر لاي استيوتومي، وما عملش شورتنينج. وهو ده كان اللي بنقوله يا جماعه، هتخلع لازم تعمل شورتنينج بعد الكونسنتريك ريدكشن، وتشوف الاوفرلاب قد ايه، سم 2 سم 3 سم 4 سم، ونقطع الاستو. والولد ده كبير، عشان كده كان لازم يحصل المشكله دي. تمام. الاف ان 6 سنين فولو اب حصل له اف ان، وده زي ما قلنا ده اللي بيأثر، رغم ان الاستيبل اندكس حلو، لكن الهيد حصل فيها فريجمنتيشن اهي. والولد ده شفته يمكن من شهرين، كان بقاله عنده 9 سنين دلوقتي، ومجرد سبلكسيشن بس، والحمد لله الهيد ريجنريت تمام. فروم نيتشر هيست السبلكسيشن مور وورس ذان ديسلوكيشن، زي ما قلنا. ليه بقى؟ لان الديسلوكيشن الهيد هتبقى فوق، ولو ما عملتش فولس استابلم يبقى من حظه وهيبقى بينلس وعنده رينج اوف موشن. لكن لو كانت سبلكسد يبقى الهيد بتبنج على الايدج اوف استابلم، فقاعد يحصل ديستراكشن للايدج اوف استابلم، ويحصل ديستراكشن للسوفت نيوكليس اوف ذا هيد اللي هي الكارتراجينس، وبالتالي يحصل له ايرلي اوسوارسفال. عشان كده البنت دي 3 سنين كانت سبلكسد اهي، تمام، في الاي بي واللاترال، عملنا اوستيوتومي سولتر اهو، مش سايبين كيوارز ولا حاجه، تمام. ديا تقريبا بعد 4-5 شهور ريديوسد ويل، والهيد كلها انسايد ذا استابلم، والاستابلم اندكس بعد ما كنا شايفين عامل ازاي، كان دي اتحركت شويه لكن هنا عالي، رجع نورمال اهو، تمام. دي بعد سنه ونص شيلنا الشريحه والاستابلر اندكس ستيل والهيد كونتينت وزي الفل اهي، ما هي سبلكسد زي دي، والبنت قاعده وعندها فور رينج وكل حاجه. لكن خلينا نشوف البنت دي بعد 10 سنين فولو اب، كانت عامله عند 3 سنين نشوه وعندها دلوقتي 13 سنه. شوف هاو ماتش ذا ارثرايتس ايرلي ارثرايتس اوف سبلكسيشن، عندها 13 سنه دلوقتي نشوه، وده رغم انها كلينيكالي فيري جود، نو بين نو ليمب، فيري ساتسفايد بيشنت اند ريليتيفز، بات سيز ذا راديولوجيكال ايفيدنس اوف ايرلي اوستيوارثرايتس اند بنسر او بدا يحصل. دي حاله ثانيه بايلاترال، وده الفرق بين اليونيلاترال والسبلكسيشن والديسلوكيشن. سنتين واربع شهور bilateral dislocation، عملنا one side left side post operative reduced M اهو، femoral shortening osteotomy solter osteotomy tabular index bilateral right hip بتعمل اهو لسه، ده يونايت، وشايفين الاندكس بقى ازاي tabular index هنا، ده لسه still اللي هو لسه معمول بعدها بشهرين في السبايكا كاست، دي الناحيه اللي كانت معموله ودي الناحيه اللي لسه معموله. دي 2 years post operative، دي كانت البري ودي البوست operative، تمام. دي كانت الشهرين اللي كانت من شويه، ودي البري، ودي ال 2 years post operative، ودي فول فليكشن روتيشن، بنت قاعده كويس والمشيه بتاعتها مفيش لمبنج، فيري جود جيت، بيشنت خايفه وبتعيط لكن الريليتيفز فيري هابي. دي وهي عندها تقريبا 3 سنين ونص، دي وهي عندها 10 سنين مبسوطه خالص، دي وهي عندها 10 سنين يعني تقريبا 8 سنين ونص، ودي وعندها 11 سنه يعني نيرلي 10 سنين او 9 سنين فولو اب نور بقى. شايفين الاستابلم عامل ازاي في البايلاترال؟ نيرلي نورمال، وده الفيديو بتاعه. تين ييرز فولو اب، وده الفرق بين نشوة 10 سنين فولو اب
عشان كانت يونيلاترال وسبلكسيشن والهيد امبنجد على شايف النورمال هيب دي ما كانتش ديسلوكيتد ولا سبلكسد دي اللي احنا اشتغلناها وريديوسد وكونتيند وزي الفل والاستابلم جرو كل حاجه بس مع الامباكت اللي كانت لانها اتعملت وعندها 3 سنين عشان كده من فضلكم بسرعه الولاد دول ما نتاخرش عليهم لكن نور هشام اللي هي 13 سنه برده 11 سنه و10 سنين ونص الهيب بتاعها كان كده في الاي بي ولا تيكم مسج Containment of subluxation is urgent than dislocation. Incidence of AVN in big children is less than with combined femoral and pelvic osteotomy. ما تترددش انك انت شاكك تعمل pelvic osteotomy ولا لا اعمل. في ناس بيعملوها في 2 stage. انا مش شايف ان اي rule ولا اي evidence انك تفتح العيان وهو تعمله duration shortening osteotomy وعارف انه هيحتاج containment osteotomy او directional osteotomy بعد كده. Why? لما تخلص كل حاجه انواع عشان ما يحصلش سبلكسيشن والكبسولار اللي عملته يبوظ تاني دي اتش باثولوجي رينجز فروم مايل ديسبلازيا تو فرانك ديسلوكيشن سكرينينج اوف نيل بورن سبيشلي ان هاي ريسك بيشنز از فيري امبورتنت تو افويد ميسنج ودي نقطه اتكلمنا عليها بتفصيل ديفلوبمنت اوف استابلم اند هيد ديبندس مينلي اون ذا كونتينمنت اوف ذا هيد انسايد ذا استابلم The area, the reduction of the hip, the better is the radiological appearance and development and the function of the hip. Treatment during the first year is usually conservative and after walking age is surgical. Avoid extreme positions in splinting or casting and traction to avoid EVN. Good preoperative and intraoperative assessment is the keystone of success treatment of operative treatment of DDH. Thank you very much for attention. وأسف للإطالة بس كان لازم الموضوع يخلص. شكرا.